أيهما أفضل، أن يمسح المسلم على الجوربين أو أن يخلع الجوربين ويغسل قدميه؟ الجواب: الأفضل بحسب حال القدمين، بحسب حال القدمين. فإن كانت القدمان مكشوفتين فالأفضل هو غسل الرجلين، وإن كانت القدمان عليهما جوربان وقد لبسهما على طهارة فالأفضل هو المسح. فالأفضل إذن للابس الجورب المسح إذا كان قد لبس الجورب، ولا يخلع الجورب لأجل أن يغسل رجليه. والأفضل لمن كانت رجله مكشوفة أن يغسل رجليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. بعض الناس يلبس الجوربين على الطهارة لكن يخلع الجوربين ويغسل رجليه، يعتقد أن هذا هو الأفضل، وهذا خلاف الأفضل. الأفضل أنه إذا لبس الجوربين على طهارة أن يمسح عليهما، لأن هذا قد وردت به السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.